يبقى السي فود مشكل او نوع واحد او نوعين اللي عندك هتستعمل ايه؟ هستعمل نص خصايه كابوتشا، بصلايه شرايح بدعكها في خل وسكر. ما نزلناش برضو بالمقادير. ايوه. ثلاث معالق كزبره خضراء، خس الوان او فلفل الوان اللي موجود عندك، معلقتين مايونيز، حبتين طماطم متقطعين شرايح، ملح وفلفل، كمون، ليمونه معصوره، معلقتين خل ابيض، ربع معلقه شطه او لو عايزه اي شطه اي كميه، معلقتين زيت زيتون. خلاص هنعمل ايه؟ ممكن نحط مستردة لو عايزين كمان بتبقى حلو. باجي في فص الثوم، على النار نقطة زيت، واروح منزلة بالسيفود. السيفود انا مش سلقاه، انا عاملاه نص سلق، نص سلق بس. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حطاه في المية واخداه نص سلقة، وبعد كده اهو تقلبه. ممكن تخليه زي ما هو، يعني بصوا تقريبا ما فيش زيت في الطاسة، بصوا الطاسة تقريبا ما فيهاش زيت، كأني بقلبه في الطاسة كده كأنها جريل. عايزة تخليه مسلوق وتقلبيه بتوم مثلا اوكي، بس التقليبة دي مع ربع معلقة زيت هتديله ريحة وطعم حاجة تانية. اهو كده اهو لغاية لما احس ان هو نشف الماية اللي فيه واخد لون. بصوا يعني لما يتقلب كده اخد لون، الكاليماري برضو اخد لون وريحة طبعا، لان المتشوح ده غير المسلوق. كده اهو، وبعدين احطه على جنب. هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي اخلط الخس، بسم الله الرحمن الرحيم، الفلفل الالوان، كل ما كتري الالوان ما كل ما ده كان افيد. ادي الوان البصله، بدعكها بخل وسكر، وادي الطماطم، الكزبره الخضراء، بقلبهم مع بعض واعمل الدريسنج. انا السي فود اهو جنبي مش حطاه مع السلطه. هاجي بقى اعمل ايه؟ هحط هنا، بس عايزين سباتشولا صغننه. المايونيز استعمليه لايت. احنا قبل كده قلنا طريقه المايونيز اللايت، فاكرين لما عملناها في الاول زمان؟ هقول لكم ازاي تعملوها دلوقتي. لو هتحطي مستارده اوكي، ادي المستارده وقعت. المايونيز لو هنعمله لايت، هخلص الدريسنج واحطه وهقول لكم حالا الطريقه بتاعتي. طريقه ممتازه وطعمه ولا يمكن تقولي ان هو لايك. فاضل الملح، ما حطيناش ملح. طبعا وانت بتسلق السي فود ما تنسيش ورق اللورة، ما تنسيش التوم، اللي هي المنكهات اللي تديني ريحة وطعم حلو. اهي اجي الدرس، هحط نقول تلتينها، بسم الله الرحمن الرحيم، على الخضار. يبقى مش كلها، تلتينها على الخضار. هيبقى معلقتين زيت الزيتون، انا خدت منهم معلقه مع السي فود شوحتهم، والمعلقه الثانيه هحطها على السلطه. وزي ما قلنا احنا زيت الزيتون ده دهون غير مشبعه، احاديه ممتازه. اهي ادي السلطه، بعد كده باجي اغرفها. انا مزوقه الطبق بشرايح خس وليمون، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان الليمونه تبان بس كده اهو،
انا حطيت الخضار لوحده من غير السي فود. بعد كده هاجي على الوش، بسم الله الرحمن الرحيم، هروح حاطه السي فود، واخر حاجه بحط عليه بقى بقيه الدريسنج اللي انا عاملاه. بس بحطه ازاي؟ كده يعني زي نقط انا اقطها عليه. اها كده اهو، عشان ايه؟ يدي لون، لان خدوا بالكم المستارده مع الشطه مع المايونيز مديه كذا لون في بعض. وبعد كده بقى اخر حاجه كده رشه كزبره خضراء حلوه وجميله، يا سلام وريحتها تدعوكم الى الاكل. ادي سلطه السي فود.